السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده هنتكلم سوا عن موضوع بيهم ناس كتير، هو الثوم الصيني. كتير مننا بنستخدم الثوم الصيني سواء عشان سهل التقشير والفصوص بتاعته كبيره، او بنستهلكه في المواسم اللي ما بيكونش فيها الثوم البلدي متوفر في الاسواق، فبنضطر نجيب شبك الثوم الصيني. وكتير مننا برضو بيسمع او بيشوف بعض الاخبار اللي بتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي او بعض الفيديوهات بتقول ان الثوم الصيني دوت فيه مواد ضاره، والثوم الصيني ده مسرطن، واحيانا في ناس بتقول ان هو فيه مواد سامه وخطر جدا على صحة الإنسان. مبدئيا كده لازم نفرق ما بين الثوم الصيني اللي بيزرع في بلادنا العربية. في بعض الأصناف الصينية استوردنا الصنف نفسه من الصين وبنزرعه في دولنا العربية، وفي ثوم صيني بيجي بحاله كده زي ما هو للاستهلاك المباشر من الصين، اللي هو الثوم المستورد، اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة، اللي بيجي في صورة شبك، بتبقى كل شبكة فيها من 4 لـ 5 رؤوس ثوم، وبيبقى متواجد في كل الاسواق. وعلى فكرة برضو الصين بتصدر الثوم دوت لمعظم دول العالم، يعني حتى الولايات المتحدة الامريكية هنلاقي فيها برضو ثوم صيني. في البداية كده لو اتكلمنا عن الثوم الصيني لازم نقول حاجة مهمة، اللي بيستهلك الثوم او اللي بيتناول الثوم بقصد العلاج او بغرض الاستفادة من الفوائد العلاجية للثوم، نعرفه كده ان الثوم الصيني ده مش ليه خالص. الثوم الصيني احتوائه على المواد العلاجية قليل، كمان برضو طول فترة التخزين والشحن من الصين لأي دولة في العالم، والمدة برضو اللي بتستناها السفن في الميناء عبال ما تدخل البلد وتاخد الإفراج الجمركي وتخش البلد، ده كله بيستغرق وقت كبير جدا، وده بيأثر على المادة الفعالة اللي موجودة في الثوم اللي هي أصلا قليلة من البداية في الثوم الصيني. عشان كده الفوائد العلاجية في الثوم الصيني تقريبا قليلة جدا، وما اقدرش اقارنها خالص بالفوائد العلاجية الجميلة جدا الموجودة في الثوم البلدي، سواء الثوم البلدي العادي او الثوم البلدي الاحمر. عشان كده احنا بنستخدم الثوم الصيني كمنكه للاكل، يعني في اغراض الطهي المختلفة مش كفوائد علاجية. الثوم الصيني كل مشكلته ان في مادتين، المادتين دول لو احنا تجنبنا وجودهم هيبقى استخدامه امن ومفيش اي مشكلة في استخدامه على الاطلاق. اول مشكلة هو استخدام المبيضات، في مادة اسمها الكلورين، بعض الشركات الصينية عشان تخلي الثوم لونه أبيض مزهزه أو أبيض ناصع أو أبيض شاهق جوه الشبكة كده والناس تقبل على الشراء، وبتحط عليه مواد ملونة اللي هي مادة الكلورين. المادة دي بتبيضه وبتخلي له صفة تسويقية كويسة عند المستهلك. احنا بقى المفروض نعمل العكس، ما نقبلش على شراء الثوم اللي بيحتوي على مبيضات أو على مادة الكلورين ديت، يعني ما نختارش واحنا بنشتري شبكة الثوم الصيني اللي هو لونه أبيض شاهق أو أبيض فاقع دوت، نختار اللون الأبيض المعتدل أو حتى اللي ممكن يكون أبيض محمر شوية أو فيه خطوط حمراء، يبقى ده الأفضل. تاني مشكلة في الثوم الصيني زي ما قلنا مدة الشحن بتاعته والتخزين بتبقى مدة كبيرة جدا، والشركات بتخاف ان الثوم يزرع او ينبت جوه الشبك وبالتالي المحصول يبوظ او الشحنه تبوظ خالص، لان بمجرد ما الثوم زرع هيبقى يفضى من جوه، مش هيبقى فيه اصلا فص ثوم، فبيحطوا عليه مواد هرمونيه بتمنع انباته او بتظبط تعمل تظبيط للانبات او تظبيط للتزريع بتاع الثوم دوت عشان يحتفظ بشيلف لايف طويل او بفتره تسويقيه طويله جدا عشان يتباع بشكل افضل. طب احنا كمستهلكين مش عايزين المواد المنع للانبات دي تخش جوه اجسامنا عند استهلاك الثوم، نعمل ايه؟ يفترض ان انا ما استهلكش الثوم الصيني بعد ما اشتريه على طول، يعني لازم يكون عندي ستوك، يعني يكون في كمية انا بشتغل بيها وفي كمية راكنها جوه المطبخ في درجة حرارة الغرفة عشان ادي فرصة لموانع الانبات دي تتكسر مع الوقت عشان ما تخشش جوه اجسامنا خلال عمليات الطهي المختلف. طب لو انا ما اقدرش اعمل كده ومحتاج الثوم ضروري وما عنديش ثوم في البيت، فبنزل اجيب شبكه ثوم من السوبر ماركت او من اي مكان وعايز استهلكه على طول عشان اتجنب وجود المواد الهرمونيه المانعه للانبات في الثوم. بعد ما افصص الثوم واقشره خالص احطه في وعاء فيه ميه دافيه لمده من 5 لـ 10 دقائق قبل ما اقطعه واحطه في عمليات الطهي المختلفه، سواء بستهلكه فريش مثلا على السلطه او في تتبيله معينه، او بستهلكه جوه طبخ على النار، فبحطه شويه في ميه فتره. العمليه دي بتخلصني من كميه كبيره جدا من المواد المانعه للانبات لو كان ليها متبقيات موجوده جوه فصوص الثوم او جوه رؤوس الثوم. بكده يبقى احنا خلصنا الثوم من المكونين اللي ممكن يكونوا ضارين لصحه الانسان، هي المواد المبيضه والمواد المانعه للانبات اللي ممكن تكون البقايا بتاعه المواد ديت موجوده جوه فص الثوم اللي احنا ممكن نحطه على الاكل. في حاجة كمان مهمة برضو لازم نقولها عن موضوع الثوم، كتير مننا لما بيستهلك الثوم سواء البلدي او الصيني، هنا في كل انواع الثوم، بيحس ان بعد ما بيقطعه وبيحطه على الاكل اللون بتاع الثوم بيتغير، بالذات لو احنا عملنا الثوم دوت في صورة مخلل، حطناه في صورة فصوص مع الليمون المخلل او مع الزيتون او مع الخيار المخلل، احيانا بنلاقي الثوم لونه اتغير بقى يميل للون الاخضر شويه، الثوم اخضر او ادانا لون برده ما بين الاخضر والازرق شويه. وكتير مننا بيخاف يستهلك الثوم
لما بيتغير لونه. الفكرة كلها ان التوم بيحتوي على مواد كبريتية، المواد الكبريتية دي في الوسط الحامضي مع وجود بعض الانزيمات بيحصلها تفاعل كيميائي، التفاعل الكيميائي ده حسب درجته ممكن يخلي لون التوم يخضر شوية او يتحول لون ما بين الاخضر والازرق شوية. طيب هل تغير اللون ده يخلينا ما نستهلكش التوم او يخليه فيه مواد ضارة على صحة الانسان؟ مفيش اي ضرر اطلاقا من استهلاك التوم المتلون او اللي لونه غير للون الاخضر او اللون البلو شويه او اللون المزرق. ده كله تفاعل الكبريت اللي في التوم زي ما قلنا، ومفيش فيه اي ضرر على الصحه العامه. وعلى فكره التفاعل الكيميائي ده ما بيحصلش في كل انواع التوم، كتير مننا بيجيب توم ما بيلونش وما بيحصلوش حاجه، وكتير مننا بيجيب توم خصوصا التوم الصيني بعد تقطيعه وتعرضه لوسط حامضي، لو عصرنا عليه مثلا ليمون او حطيناه في وسط فيه خل بنلاقيه لونه غير كده وتحول للون الاخضر او اللون المزرق شويه. فمفيش خوف اطلاقا من استهلاك التوم اللي ممكن يكون لونه غير. بالنسبه للناس اللي بتجمد التوم من الموسم للموسم، بتجيب التوم البلدي بكميات كبيره وتجمده، احنا كنا عملنا حلقه سابقه بنتكلم فيها بالتفصيل عن الطريقه الصحيحه لتجميد التوم لتجنب التسمم البتيوليني اللي ممكن يحصل جوه التوم المفروم. هنسيب لكم رابط الحلقه في الوصف اسفل الفيديو. يا رب ان شاء الله نكون قدرنا النهارده نفيدكم بمعلومه. لو حسيت الفيديو ممكن يفيد حد غيرك يا ريت تشارك الفيديو، ما تنساش لايك للفيديو واشتراك القناه، والى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.